بانوراما الثالثة عصرا من النيل في القاهرة، السلام عليكم، ونبدأها مع الزميلة نجلاء الجعفة. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالشأن المحلي، حيث قضت محكمة جناح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية ببراءة 7 فتيات قُصّر من حركة 7 الصبح وحبس 14 أخريات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. يذكر أن محكمة جناح سيدي جابر برئاسة المستشار أحمد عبد النبي كانت قد أصدرت الأربعاء قبل الماضي قرارا بحبس 14 فتاة من حركة 7 الصبح لمدة 11 سنة وشهر واحد، وقررت إيداع 7 فتيات أخريات قاصرات دور الرعاية الاجتماعية والحبس غيابي لمدة 15 سنة على 6 من قيادات جماعة الإخوان المحظورة الهاربين بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية وتوزيعها وقطع الطريق. والمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الإسكندرية مراسلنا هناك محمد تماوي. محمد، تحياتي، وكيف تابعت قرار محكمة مستأنف سيدي جابر بسنة حبس مع وقف التنفيذ لفتيات 7 الصبح 14 فوق سن 18 عاما، لأنه الباقين أخذوا قرار بالعفو أو بالبراءة؟ بالفعل يعني كانت هناك أجواء يعني شديدة السخونة سواء داخل قاعات المحكمة أو خارج المحكمة، كان هناك أعداد كبيرة جدا يعني أمام المحكمة، وهناك أيضا تجمهر كبير جدا، وهناك أيضا آليات ومدرعات أمنية بشكل مكثف حول محيط المحكمة، يعني تحسبا بحدوث أي أعمال عنف حول بعد صدور الحكم. وأيضا داخل جلسة المحاكمة لم تكن الأجواء أقل سخونة، أصدر السيد المستشار أحمد عبد النبي حكمه يعني الثالث الذكر في متن الخبر، ويعني لقى هذا الحكم صدى طيب سواء داخل المحكمة أو خارج المحكمة. صدى طيب تقصد أنه الفتيات وأهليهم بالطبع استقبلوه بشكل إيجابي؟ بالفعل يعني كانت هناك يعني حالة تشاؤم شديدة جدا قبل النطق بالحكم، يعني باعتبار ما حدث في المحاكمة الأولى الخاصة بالفتيات، لكن على ما يبدو أن من واقع الأوراق المقدمة للسيد المستشار رئيس المحكمة ومن واقع التحريات والاستدلالات لم تثبت، يعني لم تطمئن المحكمة لإدانة هؤلاء الفتيات. ولكن يبقى الحكم النهائي محمد هو تعديل الحكم الصادر من المحكمة السابقة للحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ولهذا بالتأكيد دلالة قانونية. هل استطعت أن تطلع على بعض حيثيات الحكم أو نص أو منطوق الحكم وما رأي القانونيين فيه؟ يعني حيثيات الحكم لم تصدر بعد، كما تعلم ان حيثيات الحكم تاخذ بعض الوقت، لكن يعني هناك اراء قانونيه كثيره يعني تلمسناها من بعض من الساده المحامين ومن هيئه الدفاع ومن بعض المهتمين بهذا الشأن داخل قاعات المحكمة، أن المحكمة بشكل أو بآخر لم تطمئن بشكل كامل لثبوت الاتهام، وأن المحكمة قد راعت ظروف واعتبارات إنسانية وأسرية ومستقبل هؤلاء الفتيات في إصدارها لهذا الحكم. يعني المحكمة راعت أبعاد كثيرة جدا ورأت أن يعني إيقاف التنفيذ هو مسألة تتدخل في سلطة تقديرية للسيد القاضي، وهي كما تعلم أن درجات التقاضي في مصر تسمح بمعارضة هذا الحكم أو نقضه أمام درجة استئنافية أعلى، وبالتالي هو القاضي يحكم بما لديه من أوراق وهو مطمئن لحكمه، وهو بشكل أو بآخر لم يرى بشكل قاطع في الأوراق ما يؤدي أن يحكم على هؤلاء الفتيات بأحكام مغلظة أو أكثر من هذا. أشكرك شكر جزيل مراسلنا في الإسكندرية محمد تمام.
قضت محكمة جناح قصر النيل ببراءة 155 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب وإتلاف الممتلكات التي وقعت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به خلال الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر. أحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية في ضوء ما أسندت إليهم النيابة من ارتكابهم لجرائم البلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاعتداء على موظفين عموميين وإغراق مركبين شرعيين تقدر قيمتهما بنحو 300,000 جنيه وأيضا تعطيل وسائل النقل وحيازة أسلحة بيضاء. كان المتهمون قد سبق للنيابة أن أمرت بحبسهم احتياطيا وتم تجديد حبسهم بصورة متوالية لحين صدور قرار التصرف في القضية بإحالتهم للمحاكمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر حسني مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. أستاذ عمر، يعني كيف تابعت قرار المحكمة ببراءة 155 متهم إخواني في أحداث ذكرى انتصارات أكتوبر؟ نعم، هذا هو القضاء المصري الذي تمثله أو يمثله رمزا معصوب العينين، لا ينتمي إلى هوى ولا يميل إلى رغبات، إنما يحكم بما بين يديه من أوراق وبين يديه من أدلة ثبوت. أنا أريد أن قبل أن أعلق على الحكم أن أسأل جماعة الإخوان المسلمين ما رأيهم في هذا القضاء؟ هل هو قضاء الانقلاب كما يتهمونه أو هل هو انقلاب أم أنها العدالة التي لا ترى إلا الحقيقة؟ المحكمة حكمت حسب ما بين أيديها من أوراق وأدلة ورأت أن الاتهامات الموجهة إلى 155 متهما لم تثبت في حقهم وأنهم أبرياء من ارتكاب هذه الوقائع المنسوبة إليهم. وإن كنت أشير إلى أن هذا الحكم هو حكم أول درجة ويمكن الطعن عليه أمام أستاذ عمر، لكن ما هي حيثيات الحكم أو الحيثيات التي استندت عليها المحكمة في قرارها ببراءة 155 متهم؟ المحكمة استندت إلى عدم قناعتها بمحاضر جمع الاستدلالات المتمثلة في محاضر الشرطة، بالإضافة إلى قناعتها بشيوع الاتهام وأخذها بما دفع به دفاع المتهمون بأن هناك قبضا عشوائيا تم في حق المتهمين وأن الاتهام شائع، لم يكن هناك سمة دليل قاطع على ارتكاب المتهمين لهذه الوقائع. نعم، الأستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام سرايا التنحي عن نظر محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي واثنين آخرين استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة داخل مقر الاعتصام. وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغيرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. كان البلتاجي وحجازي قد طلب بتنحي المحكمة عن نظر القضية مشيرين إلى أن المحكمة التي تباشر محاكمتهما غير مختصة، كما طلب بتغيير مقر انعقاد الجلسات من مقر معهد أمناء الشرطة. وقالت هيئة دفاع المتهمين إن انعقاد المحاكمة داخل مقر معهد أمناء الشرطة يفقد هيئة المحكمة حياديتها بحسب زعمهم. أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العتلي على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدوائر إثر الإضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت بين ثورة 25 من يناير وذلك إلى جلسة 22 من مارس
قادم للاطلاع وتقديم المستندات. هذا بينما قررت محكمة جناية الجيزة تأجيل محاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 13 من فبراير المقبل. جاء قرار التأجيل في ضوء قرار المحكمة بند لجنة من الخبراء تتولى فحص ثروة حبيب العدلي بناء على طلب الدفاع عنه. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العدلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية. ألقت مباحث مركز صمنلوط بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني القبض على 22 متهما جديدا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم في أحداث الشغب التي شهدها مركز صمنلوط في أغسطس الماضي بتهم اقتحام المنشآت العامة والخاصة وإحراق المحكمة ومركز الشرطة وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين منه. كان مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صمنلوط يفيد بضبط المتهمين بعد أن تم شن عدة حملات بمدينة صمنلوط وتوابعها فجر اليوم على المناطق التي تم رصدها فيها وجاري تقديمهم للنيابة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة المنيا مراسلنا هناك أحمد رفعت. أحمد بعد التحية، ما هي ملابسات عملية القبض على 22 متهما من المطلوب إحضاره في أحداث شغب في محافظة المنيا؟ نعم، تأتي هذه الجهود الأمنية في إطار تنفيذ قرار النيابة في تتبع من صدر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة على خلفية أحداث اقتحام المراكز الشرطية والتعدي على المؤسسات العامة واقتحام الكنائس بعد احداث فض عصامي رابعه والاحداث التي وقعت في بعض المحافظات. يذكر ان جماعه الاخوان المسلمين قد نظموا مسيره انطلقت مساء امس من مسجد عمر بن الخطاب جنوب مدينه المنيا وكانت في طريقها الى وسط المدينه، الا ان قوات الامن تصدت لهم وقامت باطلاق رصاص تحذير.